السلام عليكم اخوتي اخواتي العزيزين الغالين في القلب، تحيه حاره للميمات والابوات والخوت والخواتات. كي دايرين مع الصحيه؟ لاباس عليكم المتبعين ديالي الاوفياء؟ كي دايرين؟ وما تنساوناش بجيم فضل ليس امرا، واللي كان زعما في الطاعه ديالو، اللي كان عدو الويفي في الدار وداك الشيء، اما مسكين اللي تيدير ريكارغات، ما اللي عايز يشارجي التليفون 10 دراهم، هادي ديال الحشومه ما نبغيوهاش ليه، حيت عارفين حنا هاد الحوايج هادو. سمعتوني المتبعين ديالي الغزاز، وديروا جيم، ديروا لايك، ودخلوا الاشتراك. دابا بغيت نطيب الغدا وما عارفاش ندير. اليوم الجمعه، جمعه مباركه، والله ما عرفت ندير كسكس وانا بوحدي، ولدي ما تيخرجش حتى ثلاثه، ما عرفتش اشنو ندير. المهم ها هو فطوري تيطيب. ايوا بعدا نكمل معكم فطور، عاد نكمل معكم الغدا. المتبعات ديالي العزازات الاوفياء، انتما المتبعات، هو الفطير ديالي كيف ما قلت لكم، حيت كنت في الاول باديه لكم بالخضره، عندك تقولوا هذه مالها، شوف كانت باديه بحاجه رجعت حاجه. لا قلت لكم انا تنكمل معكم فطور، وعاد نعقب نشوف اشنو غندير. المهم الغدر حاطه، ولكن باش نديرو كسكس ولا نديرو شي حاجه باقا ما عرفتش. هانتوما الفطير ديالي، هالبريري تاتاي، المتبعات ديالي العزاز الغالين، انا عب وحديتي، يا بسم الله يا بركه الله. عزيز عليا انا ندير هاد الطوسطه هادي بزيت العود، وهاد مطيشه حبوب تنحكها تندير معاه مليحه، وتنشد الخبز، مهم تنشدو نكرمو في الفران وتنقادو. هذا هو باش تعجبني انا نفطر بعدا ديما، هذا هو الفطور ديالي. ما المهم انا هذا هو فطوري. ايوا تهلاو ليا فروسكم، وجمعه مباركه المتبعين ديالي، وتهلاو ليا فروسكم الحباب الغالين العزاز. يلا مبروك عواشركم بزاف بزاف بزاف.